انت قلت بكام يا عم حماده؟ ب 12000 يا ريس. ايه ولا ب 12000؟ هقدم لك سوق كامل متكامل من الشعار النهارده. العجله ب 12000 يا وزير. السعر هيبتدي مع هو كله ب 12000؟ لا العجله في اسعار انا معايا في المزرعه من 12000 ابتداء من 12. تمام؟ يا ريت طبعا كله يخش على الفيديو ده بجد، يعني الفيديو مهم جدا جدا لكل طبعا متابعين ومحبين الثروه الحيوانيه. اللي عايز رجاله يحسن يحسن سلاله، النهارده مركز تحسين السلالات. تمام؟ مبدئيا معانا 10 روس. ال 10 دولت عامل لك عليهم اوكازيون يا وزير، ال 10 بسعر جاموسه والده، ال 10 ب 120000. ال 10 كلهم نتايات؟ 8 نتايات وفي قلبهم دكرين، والدكرين هم يا ريس. 8 نوتي؟ وفي قلبهم دكرين، ال 10 ب 120000، دكرين و8 نتايات. عندك خدمة توصيل يا عم حمادة؟ عندي خدمة توصيل يا عم أبو عمر لحد أسوان، اللي طالب أي عرض يرن عليا التليفون يحول لي عربون من العرض احمله له ابعته له اي مكان. اللي عايز يجي يشرفني وينورني داخل المزرعه نشيله على دماغنا من فوق. يعني تبدا مشروعك ب 12000 جنيه. ب 12000 سعر بفضل الله برخص التراب. تمام. خش في اللي بعده. اي حد يقدم لك اي سلاله مديني السعر ده. خش في اللي بعده يا باشا. تعالى يا وزير. توكل على الله. كله صلي معانا على حبيب النبي رجاله كده. اربع سلالات، الاربعه دولت عامل لك عليهم اوكازيون سعرهم 54000 جنيه. اربع نتايات ب 54000 جنيه. سعر العجله 13500، 3 ميول في واحده ايطالي. 13000 ونص. 13500. يبقى هنا اللي جه الاعمار الاكبر ب 20 يوم حوالي. طيب الاعمار بقى الكبيره يا معلم 7 شهور 8 شهور. معايا 3 دبابات هم يا عم ابو عمر سعرهم 75000. 3 بكام؟ 75. سعر عجلتهم 25. صل على سيدنا النبي. مال طيب. شايفين بقى اللي عايز الرجاله ياسس جاموسه، جاموسه بس مش اي جاموسه بقى تاسسها. دعمنا رجاله كاب لايك وبشير الفيديو يا رجاله، اشتراك في القناه كده بحيث طبعا ايه يوصلك مننا كل جديد. وادي الحلبات العجلات من تحت اهي. اللي عايز ياسس جاموسه صح. مال طيب. تمام رجاله، يبقى دوت على سعر 25، هنا السعر 13 ونص. طيب هنا السعر 12000 جنيه. تعالوا بقى نشوف اللي بعده يا ريس. النهارده اللي عايز بقى عجلات طعم يا عم حماده. عايز عجلات طعم تلقيحات ايطالي. تلقيحات بفضل الله بنسبه 80% يوجد لدينا سلاله عجله ايطالي. تمام. ممنوعه من العرض بفضل الله. دولت 10 دبابات برضو، اللي عايز منهم دبابه واحده مفيش مشكله. طيب. عايز عجله هبيعها. عيون المتابع. بكلم معلم حماده على السعر دول. ال 10 دولت يا عم ابو عمر عامل لك عليهم اوكازيون. عجلات التلقيحات دي مش هقول لك السلاله من دي ب 45000. ولا حتى ب 43، لا سعر ال 10 دولت 185 18500. انت بتقول بكام؟ 18500. متوسط سعر العجله من الحقنه من دول، الطعمه من دول. بصوا يا رجاله، عجلات العجله طبعا عجلات ولاد حقنه، دولت عجلات ولاد طعمه، ولاد طعمه سعر الطعمه من دول 18000 ونص. الله يبارك لاول متصل، ربنا يبارك لصاحب النصيب. اسعار الدبابات دي اللي عايز عجله من اي عرض اقدر ابعتها له لحد باب بيته. اللي عايز اتنين عندي، اللي طلب اي كميات في العجلات الجاموس الشعار دي متاحه عندي متوفره. طيب اللي عايز برضو اعمال اقل عندي يا باشا، هنا عندك يا ابو عمر سبع سلالات روايه ايطالي من العاليه قوي، فيهم الايطالي وفي عندك فيهم العراقي. السلاله الحلوه اللي زي دي يا ابو عمر تعالى كده عندي وانا بطلع. طيب سعر العجله من دول كام؟ كام الصلاه على النبي؟ دولت يا باشا سبعه، سعر عجلتهم 14500. تسلم يا معلم حماد، هو ده اللي انا عايزه. الله يبارك لك روح. اللي عايز عجله من اي عرض عين من اي حاجه. بص يا رجاله، كل حاجه ان شاء الله متاحه هنا. طيب تعالوا بقى نشوف بقى الايه الاعمار الاكبر. بالله عليكم يا رجاله، لو عجبكم معانا الفيديو وعجبك معانا المحتوى بتاعنا ما تبخلش علينا بالشير. ادعمنا بشير فورا. توفر عندي اي كميات بفضل الله داخل المطعم. عجله ولشطان ما شاء الله. طيب اللي عايز بقى الحق برضه كميات يا رجاله زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. ادي معانا الشعار اهو، شعار يا رجاله زي ما انتم شايفين. ده عنبر كامل في بعضه. صل على النبي. من 20 راس دكرين و 18 نتايه. العنبر كامل في بعضه وقلبه معاك. عنبر ال 20 جنيه ده يا باشا على 18 على 14500. اظبط نفسك كده يا معلم حماد. على 14500 في عنبر. 14 ونص برضه يا رجاله بقى. عجلات شعاري قديمه طبعا بقى، الاكل والشرب زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بقى قديمه. اللي عايز عجله من عرض عينيا لو، اللي عايز اتنين عينيا لو 14500 سعر ال 20 دولار في قلب العرض.
الله يبارك لصاحب النصيب. عمر بقدم لك عجلات هنا شعاري، مش عجلات السبتيل اللي بترضع. ال 20 دولك في قلب بعضيهم عجلتهم ب 14500، وبتحدى اي حد يبيع لك بنت جاموسته وجاموسه ب 70 80 الف، يبيع لك بنتها في الشاسيه ده بالسعر ده يا ريس. تمام، خش شوف التفتيشات اللي اشتروا معانا حال بيورو البره دول بقى، عشان ايه نختم بهم عرضنا. هاتوا لي الثلاث دكوره من الستايل. انا عايز طبعا كل متابعينك هتصلي معانا على سيدنا محمد. بالله عليكم يا رجاله سمعونا الصلاه على حبيب النبي، عشان عندنا كل الفيات. بص، اي فيه انت عايزها في الجاموس موجوده، سواء ذكر او نتايه، والمعلم ابو الحاج يقدر يوفر لك اي كميه يا باشا وباقل الاسعار. الاعداد معايا مفتوحه بفضل الله. طيب هات الثلاث طن دول، لان انا شاري مزرعه كبيره على بعضيها فيها 1250 راس زغره. طيب دول الثلاث ابطال كام الصلاه على سيدنا؟ دول الثلاث ذكوره، ثلاثه دول عجول ولوشتاين، عجول تلقيحات يا باشا. دول الثلاث ذكوره خليط علائي. تمام، وكان بقى معلم في مكان الصلاة على النبي. يا عم ابو عمر بقى اللي عايز يطلع عيد ميزانه في الطن بفضل الله، لان العجول دي بتجيب اعلى تحويلات بفضل الله ونعم بالله. الثلاثه دول هتعمل لك عليهم عرض وخصم هاني يا استاذ ابو عمر. هقدم لك سعر البطل بتاعهم السلاله من ده ب 19000، الثلاثه ب 57000 جنيه. سعر عجلهم كام؟ 19000 يا ريس. 19000 جنيه. واللي طالبهم اقدر ابعتهم له اي مكان اينما كان في الدوله. عندك خدمه توصيل يا حاج حماده؟ عندي خدمه توصيل يا وزير. رقم تليفونك واتساب؟ رقم اتصالات واتساب واتصالات 010 980 4998. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا ليك، شكرا ليك، بجد بشكرك. بالله عليكم يا رجاله، طبعا لو عجبكم معانا محتوى الفيديو، ما حدش بخلانا باعجاب، ما تخليش علينا بشير، شير معانا الفيديو على قد ما تقدر، لايك حلو للفيديو، علق بدل التعليق 5000 يوم الصلاه على النبي، تعليق واثنين كده واكتب ما شاء الله، شير في الخير، عشان كل يوم كل يوم هنعمل لك طبعا محتوى جديد وعروض جديده من داخل مزارع الحاج حسن ابو الحاج. ان شاء الله المكان المنوفيه، محافظه المنوفيه رجاله، مركز ومدينه اوسنا، قريه عرب ابو ذكري، مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. لايه اللي عايز توصل معانا رجاله؟ تمام.